طرح مثل ما تابعنا بالمادة، يعني كثير من الأسئلة ممكن تخطر على بال الأمهات عن مرض داء السكري عند الأطفال، رح جاوبنا عليها حضرتك الدكتور قصي السير. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. يسعد صباحكم إن شاء الله، هيك صباح جميل مثلكم. أول أيام الصيف اليوم 21 حزيران بيكون، فإن شاء الله هيك صيف جميل إن شاء الله يا رب على سوريا كلها وعلى أطفالنا، هيك يقضوا صيف جميل لأنه فرحتنا بفرحة الأطفال وسلامتهم من أي أمراض، وإن شاء الله هيك دائما بيكونوا فرحة ببيوتهم. أكيد يسعد صباحك مرة ثانية دكتور. اليوم عم نحكي عن داء السكري عند الأطفال، مجرد ما نقول إنه هو داء عند الأطفال فهذا الشيء يعني من اسمه يمكن هو شيء مؤلم. صحيح. خلينا بالأول نعرف شو هو داء السكري عند الأطفال تحديدا، وليش بيتسمى بالمرض الصامت؟ هلا حكى التقرير شيء منيح هيك عن تعريف داء السكري عند الأطفال. هلا الداء السكري عند الاطفال عم نشوفه حقيقه هلا بهالفتره هي اكثر من السنوات الماضيه، يعني عم نشوفه عم يراجعنا ب يعني اكثر كنسبه من السنوات الماضيه. هلا الداء السكري هو مرض عند الاطفال النمط واحد بنسميه اللي بنشوفه بكسرة، يعني هو الاساسي. مرض السكري عند الاطفال هو مرض مناعي، يعني الجهاز المناعي بيضرب الخلايا اللي بتفرز بتفرز الهرمون الانسولين بالبنكرياس، خلايا بيتا لانجرهانس، هي خلايا هشه كثير، بتتاذى هي الخلايا بسرعه بالتهابات يعني باي امور، عوامل نفسيه عوامل مناعيه بتتاذى وبتبلش تخربط بافراز هرمون الانسولين، وهذا الشيء بيؤدي الى انه ما عاد في بالجسم انسولين، ما عاد بينقل الانسولين، هو اللي بينقل الجلوكوز السكر للخلايا مشان تغذيه الخلايا، فبيبطل ينقل هالشيء هذا فبيتكدس السكر بالدم فبيرتفع بنسب عاليه وبيؤدي لخطوره بارتفاعه باصابه الاجهزه وباختلاطات مرض السكري. هلا هو مرض مناعي مثل ما قلت لك. هلا العامل الوراثي موجود عند الاطفال، بده يكون في احد الابوين او الاخوه او حدا الست الجد مصاب بنمط واحد، العامل الوراثي موجود. ايمتى بيظهر هالمرض السكري؟ بيظهر باعمار شوي بالاربع سنين بالست سنين بسن البلوغ بين 12 وال 14. ما بيظهر قبل الاربع سنين؟ بلا، انا جاي لي حالي عمر الطفل ولا شهرين عنده سكري. يعني شو السبب لحتى ظهر بهذا العمر؟ السبب هو مناعي، الجهاز المناعي ضرب الخلايا البيتا لانجرهانس. ممكن هالجهاز هذا الاضطراب المناعي الموجود عند الطفل كان قوي حتى ممكن حول الولادة ظهر عنده، أو بسبب خلال الحمل أو ما بعد الحمل، ما بعد الولادة مباشرة ضرب الخلايا يلي بتفرز هرمون الإنسولين. فإذا هو اضطراب مناعي. هلأ ممكن الجهاز المناعي بالجسم بيضطرب بسبب الإصابة بالإنفلونزا الجريب، بسبب الإصابة ببعض الفيروسات، ببعض الانتانات الأخرى، بالشدة العصبية النفسية، ممكن هذا الشيء بيؤدي إلى اضطراب بالجهاز المناعي، مثل ما عم يهجم على الفيروسات أو الجراثيم ليقتلها، بيهاجم الجسم، بيهاجم بعض الأعضاء ومنها البنكرياس ليقتل هالخلايا هاي، فبيصير عنده سكري، داء السكري نمط واحد. هلا هذا النمط واحد نحن بنسميه. هلا النمط اثنين هو نادر عند الاطفال، لكن عم نشوفه بسبب الحضاره الكاذبه البداني عند الاطفال، بيقعدوا على الموبايل على النت على الكمبيوتر، بتلاقي الطفل قاعد ساعات طويله وحاطط هالشيبسات وهالكولا وهالما بعرف شو الاكلات السريعه الخاطئه، البداني وقله الحركه، ممكن انه يصير في عنده سكري نمط اثنين، وهدول كمان نادرين لكن عم نشوفه صرنا بمجال عملنا بالمهنة. ومع الأيام يمكن بيتحول لسكري من النوع الأول دكتور؟ لا النمط يعني هلأ بيتحول، هو النمط اثنين هي موجودة، الإنسولين موجود لكن ما عاد عم يؤدي الوظيفة الطبيعية تبعه، يعني الإنسولين لازم يحمل الجلوكوز وياخده على الخلايا ليعطي التغذية، بالنمط اثنين موجود الإنسولين لكن وظيفته ما عم تأديها بالشكل السليم. هذا نمط اثنين. هلأ نمط واحد معتمد على الإنسولين، ما عنده إنسولين بده ياخد طول حياته إنسولين الطفل. نحن هون المشكلة أكتر شيء مشكلة اجتماعية نفسية، تقبل الأهل للمرض مبكرا عند الطفل، وتقبل الطفل أنه يكون هو مصاب بمرض مزمن
طول الحياة، ولازم يأخذ علاج الإنسولين عبر إبرة يوميا بجرعات معينة، تختلف الجرعة بين يوم طفل وآخر. وآخر كمان حسب الحالة، حسب الحالة وحسب السكر وحسب يعني الحالة الطفل. فهون تأقلم الأهل والطفل مع المرض هو اللي بيعطي البقية الحياة الأفضل والأحسن لهالطفل هذا. وهذا نحن دائما مناشد الأهل أنهم يكونوا واعيين بالتعامل مع الطفل. هلأ نحن أكثر الأحيان ممكن بيساعدون هن إذا كانوا واعيين بالتعامل معهم، بيساعدون ليتقبلوا أصلا للأطفال المرض. لما بنشوف أهل أقوياء فمنشوف طفل قوي قدران أنه هو يتخطى هاي الأزمة اللي هو مر فيها. صحيح، يعني دائما الأهل وثقافتهم الاجتماعية وحب لطفل وخاصة الأم التزامها بتربية الطفل الاجتماعية والنفسية هو اللي بيساعد على تجاوز هالحالة النفسية من هالمرض الدائم. مو يعني انه شغلة اشهر بيطيب منها، لا، هو دائم مع الحياة. هلأ الطفل نحن بس نشخصه، بتعرفي اعراضه البدئية لمرض السكري، ممكن اهل مو عارفانين، بصير الولد بيشرب مي كتير وبيبول كتير، بينزل وزنه، بصير عنده رائحة مثل رائحة الفواكه، بتشمي يعني ريحته مثل ريحة الخل، بصير عن ريحة الطفل. يعني في أعراض آلام بطنية عند بعض الأطفال، بتجي واحد ألم بطني مع أقياء، هي بيكون السكر مرتفع عنده، لسه الأهل ما بيعرفوا، والطبيب عم يفحص عم يلاقي شيء مبهم، ما عنده سبب للألم البطني والأقياء عند هالطفل هذا، مع الرائحة الكريهة أو رائحة التفاح أو رائحة الخل، مع الطفل بصير حركته غير موجهة، بصير عنده اضطراب نفسي. كل هالأعراض هي ممكن تيجي عند الطفل توجه الطبيب للسكري. نحن أكثر الحالات بتراجعنا على المشافي، يعني عدم توجه الأهل مع الطبيب ممكن توصل الطفل لحالة الحماض السكري، ارتفاع السكر لحد عالي جدا، حتى يصير معه الطفل اضطرابات عصبية مع اضطرابات يعني جسدية، حتى يوصل للمشفى حتى يشخصه ضمن المشافي. فإذا بداية التشخيص ممكن تكون يعني لازم نشك فيه نحن كأطباء أطفال، إذا الأهل عطونا همسة بالقصة السريرية، لأنه عم نشوف حالات سكري حاليا. تشخص المريض السكري الطفل، لازم الطبيب يتعامل مع الطفل بآلية حتى نحسن من نفسيته، ومع الأهل نحاول نأقلم الأهل مع مرض السكري هذا. لازم طفل بحالة نمو، بيجوا الأهل بيقول لك أخي شو بدي أحميه؟ بدي أحميه عن لازم يأخذ الأكل. لازم يأخذ حصته الغذائية من الكربوهيدرات، من السكريات، من النشويات، من الدسم. الطفل بحالة نمو، ما فيني أنا أمنعه بشكل كامل عن الأكل، يبقى طفل ويبقى يعني بحاجة لطاقة معينة حتى النمو. الحركة النشاط الفيزيولوجي بيساعد على تنظيم السكر عند الطفل مع إعطاء الإنسولين بالشكل السليم. أنا دائما بقول إنه الأم هي قد بتعير جرعة الإنسولين بدقة شوي أكثر من طبيب مراجعة 5 دقائق ولا 10 دقائق. يمكن أنا بتشوف شو بياكل الطفلة، بتصير عندها خبرة. يعني نحن منحدد جرعة الإنسولين الصباحية والمسائية، ومنقول للأم خدي الإنسولين السريع إذا شفتي عنده السكر طلع لسويات عالية مشان تنزليها، وتنظم الوجبات الغذائية بشكل سليم، وتحاول تخفف الحصص السكرية البسيطة ضمن هالوجبات الغذائية، وتراقب الحركة والنشاط تبع الطفل. يعني إلى مراقبة هي، ولازم تعمل له تحليل. هلأ بالدول الأوروبية بيعملوا التحليل يومي، نحن هون يعني لو عدة أيام بس نراقب الطفل بشكل سليم وما يرتفع السكر إلى حدود عالية، لأنه هذا الشيء بيأثر على الجهاز القلبي، على الجهاز العصبي، على الكلية، على جميع الشرايين الوعائية الصغيرة بالجسم يلي ممكن تضرب بعض الأجهزة، الكلية، العين، الدماغ، تصير بعض الاضطرابات العصبية الدماغية إذا ارتفع السكر بنسبات عالية جداً. ونحن لازم يعني همسة عم نراقب السكر وعطينا الإنسولين، الطفل عم يعمل نشاط، ممكن ينزل سكره. يعني ممكن أنا أعطي جرعة إنسولين والطفل عمل جهد نشاط رياضة زايدة،
صار عنده استقلاب سريع، الطفل عنده استقلاب سريع بينزل زيادة عن اللزوم يعني، فممكن يصير عنده دائما انخفاض بالسكر. نوبة انخفاض السكر بتخوفنا أكثر من ارتفاع، لأنه ممكن يصير عند الطفل نوع من الوهط الدوراني، نوع من الاضطرابات العصبية بانخفاض السكر، وقد تؤثر انخفاض السكر على حياة الطفل باختلاطات خطيرة. فدائما لازم الأم تنبه طفلة تحط له سكراية أو راحاية بجيبته، إذا ماما دخل خدها، لو ارتفع، لو كان السكر مرتفع وغلطت احسن ما يكون منخفض السكر وينزل اكثر ويؤدي الى كوما، الى صدمه ممكن تؤثر على حياه الطفل. نعم، اذا بنرجع دكتور شوي للتفاصيل بنشوف انه هو يمكن ببعض الاحيان الغذاء بيلعب دور كبير بان كان الوقايه من اي داء او حتى الاصابه فيه. اليوم سكر الاطفال في اغذيه معينه نحن ممكن ننصح الام انه هي تبعد عنها، او نوع من الماكولات، نحن نعرف كل الاولاد بيحبوا الاكلات الطيبه، صحيح. هي بتاثر فعلا على هذا السكر الاصابه فيه او حتى الوقايه وحمايه اطفالنا منه؟ اكيد. هلا قلنا نحن السكر نمط واحد والسكر نمط اثنين. هلا ارضاع الوالديه، ما بتصدق قديش انا كطبيب اطفال بتعذب مع الام لاقنعها ترضع ابنها، وفي سيدات بقعد بقنعها ما بيعجبها الدكتور قصي لانه عم يقول لي رضع، بدها تروح لعند دكتور ثاني الا اعطيه حليب مساعد. حليب الام احد الغذاء الاساسي للاطفال يلي بيقولوا بيخفف من وجود مرض السكري عند الاطفال، ارضاع الوالديه. حليب البقر وهو المصنع منه العلب هو احد اسباب مرض السكر. شوفي الفرق، اذا ارضاع الوالديه اساسيه، بتنشط الجهاز المناعي لا ما ينضرب عند الطفل هالخلايا بالتلانجرهانس، خلايا الجزيره اللي بسموها، يلي بالبنكرياس، يلي هي بتفرز هرمون الانسولين. عم ناشد الاهالي من خلال الشاشه او من خلال عياداتنا، ارضاع الوالدية اساس. اجمل هدية الام بتقدمها لابنها هي ارضاع الوالدية. اذا هي الاساس، بلشنا من عمر الطفولة المبكر، عمر سن الرضع. بعد هالشي للاسف الاهل بيعودوا اطفالهم على التغذية الخاطئة، ممكن موظفات ما فيها تطبخ، ممكن الام اسرع لها تجيب له شغلة سريعة، الاكل السريع، وبيتعود الولد، بتقول لك ايه والله ابني متعود على الشيبسات، ايه بتعود انت اللي عودتيه عليه. تمام. مواد دهنيه سيئه غير مشبعه، مضره مو بس للجهاز السكري، مضره للجهاز، للقلب، للكليه، لنمو الطفل بشكل كامل. حكينا نحن مريض السكري لازم يعمل حميه، الكبير بنعمل له حميه، بنحط له نظام. الطفل صعب، بيحرق قلبك انك تشوفي اولاد عم ياكلوا شوكولا والطفل واقف بنظره هيك كئيبه انه ما بده ياكل، يعني شغله بتصير يعني بتحرق القلب انت بس تلاحظي الاطفال. فدائما بنقول له نعطوه للطفل نظامه الغذائي السليم، وعودوه بالتربيه الصحيه. الام بتعوده انه ماما هذا ممكن يضرك كثير، بالك كل بس خفيف. الطفل بيتقبل هالشيء من خلال تعود الام له لفترات من الزمن حتى تقوى شخصيته ويستقبل هالمرض بشكل انه يتعايش معه. وهذا الصح، يعني الحاله النفسيه و معاوض يعني تعويد الطفل ومطاوعته لتقبل المرض هو والام، هذا اللي بيساعد على استمرارية الحياة. نعم. باقل الاختلاطات من مرض السكري. دكتور قد ايه كمان مهم انه يصير هذا النمط الغذائي يومي، يعني حتى عند الاهل هذا النمط الغذائي؟ اكيد لازم يكون في تعاون، يعني مو ثلاث اربع اخوه بالبيت والله هذا معه سكري هذا نظامك واخواتك لا لازم ياكلوا الشغله، اكيد لازم يكون في توافق عائلي اجتماعي، ننظم غذائنا كرمال نرسم بسمة بوجه الطفل المريض. هو يعني نحن منشوفه كتير هلأ في آفاق علمية، يعني دائما في بداية الصباح نعطي همسة الكآبة عند المشاهدين انه على مرض السكري، لكن في آفاق علمية، تطور علمي ان شاء الله بالعلاجات. هلأ هو علاجه الانسولين نمط واحد ودائم طول الحياة، نمط اثنين ممكن نشوفه عند اليافعين والشباب على البدانة والجلوس ويعني اضطرابات التغذية واضطرابات الحركة، ممكن نشوف نمط اثنين عند اليافعين أو عند الشباب بال 19 سنة أو ما دون هالشي. هذا بده ممكن نعطي أدوية
خافضة للسكر، ممكن مع الإنسولين لنحافظ على هيكلية حياة معينة. لكن أفاق العلم بالخلايا الجذعية أو بزرع الخلايا الجذعية لحد الآن، بما أنه قلت لك البنكرياس من الأجهزة الهشة بالجسم يلي ما عم يتقبل أنه خلاياها فورا تتدمر، فممكن أنه التطورات العلمية إن شاء الله في المستقبل رح يكون زرع خلايا جذعية للبنكرياس ويصير شفاء عند هالأطفال من مرض السكري، وهذا بنتمناه بأسرع وقت. حاليا الإنسولين في علاجات حديثة وزرع إنسولين أنه يصير يفرز هو الإنسولين المصنع بالآلية لوازن السكر عند الطفل. هذا كمان من التطورات العلمية يلي صار لها تجاربة وطبقت في أحد المؤتمرات في دبي وشفنا نتائجها جيدة، لكن كمان هي تبقى ضمن نهايات التجارب حتى تكون موجودة للاستخدام عند هؤلاء الأطفال مرضى السكر إن شاء الله بنشوفها بالمستقبل. أكيد يعني دكتور ما في شيء أكيد بيصعب على الطب وعلى المخ البشري، أكيد نتمنى الصحة والسلامة لكل الأطفال. الأمهات مثل ما قلت بنضم أكيد صوتنا لصوتك دكتور، الإرضاع الطبيعي اللي هو شيء كتير مهم خاصة أمهات اليوم إنه يكونوا بهذا الوعي ويفضلوا مصلحة ابنهم بالرقم الأول وبالمرحلة الأولى على مصلحتهم الشخصية أو حتى على راحتهم. صحيح، بنتمنى إرضاع الوالدية، تنظيم الغذاء بالشكل السليم، إبعاد الأطفال عن الأمراض، يعني القريب الإنفلونزا، ما بدي أقعد كمان هلأ أحكي على الكورونا ورهاب العالم من الكورونا، الإنفلونزا، بعض الأمراض الإنتانات المعوية قد تكون هي أحد الأسباب الغير مباشرة للإصابة بمرض السكري وتخريب الجهاز المناعي لهالخلايا اللي بتفرز الإنسولين. نتمنى دائما نشوف البسمة على أطفالنا، نتمنى ما نشوف هالأمراض عند أطفالنا، يكون مجتمعنا مجتمع سليم من الأمراض المزمنة وخاصة مرض السكر وما شابه من الأمراض، ويكونوا هالأطفال ببسمتهم الجميلة هنن السعادة في المنزل. وشكرا لهالبرنامج اللطيف، وشكرا لكم وصباحكم جميل مثلكم. شكرا كثير لك دكتور وللمعلومات يلي قدمت لنا اياها.